خاوتي كملوا معنا هاد لا فيديو. عندنا روندوني شابه بزاف من هنايا، رانا في الغابه تاع شريعه. بون خرجنا من هذاك الواد، تعلمنا منه بزاف عفايس. حاجه الاولى لازم يكون عندك صباط ولا زوت صبابط، لازم يكون ما يزلقش ولازم الماء ما يدخلش باش تدخل الواد كيما هذاك. تعفس تعفس على الماء. زيد لازم لك تريكو موش ولا شوميزي ولا باسكو الحشيش وهذاك العلايك خبشنا كامل، رانا كاع مخبشين. كل يوم زيدو نديكوفري حاجه جديده. ولازم لك شابو باسكو شتا كانت طايح، وزيد هذوك الشوك وكذا، لازم لك حاجه كيما هكا كوفري بها روحك. تابعوا معنا هاد لا فيديو خاوتي وما راحش نقول طالينا على هنايا لافوري نهار، ولافوري هادي بزاف شابة هايلة، الشجرة ديالها بالك فيها واحد 16 متر، فوالا طويلة بزاف، الشمس كاع ما توصلش، ورانا نوجدو في النار باش يطيب لنا حسن. فوالا أسامة راه يداوي لنا في سكالوب. ها واش راح دير له أسامة؟ لا موطارد، لا موطارد قبل وثاني شوية ما باينة. نستناو في الماكلة هادي طيب، راح نديرو هاديك البينازا تاع الهنودة. هدي فوالا قاعدة خلوية مع ليكيب، وانا نضربو في العتاي بنين بزاف. فوالا خاوتي خلاص لا جورني تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. سي بون دوكا رانا في شريعة، رانا حاطين البليدة ونحبو نضرب الجزائر حبة حبة. جامو كومونتير، سلام عليكم.